اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بالحلقه 21 من باور بلاي، برنامج الفوتسال الاوحد على الشاشه اللبنانيه اللي بينقلكم جميع اخبار الفوتسال بلبنان والعالم. بستضيف معي الليله باستوديو ابطال الدرجه الثانيه، الفريق الاول سنه له مشاركه ببطوله لبنان للدرجه الثانيه جانرز لبنان. بستضيف معي رئيس النادي والكابتن ايضا. اهلا وسهلا فيك علي علويه رئيس نادي جانرز لبنان، واهلا وسهلا فيك حسين سلامه كابتن الفريق وايضا ايضا حارس مرمى منتخب لبنان للشواطئ. يعني نحن يمكن للمره الاولى رح هيك نفتح موضوع الشواطئ على المشاهدين لحتى تخبرنا اكثر عن الفريق. مشاهدينا قبل ما ننطلق بالحلقه رح نروح بجوله سريعه عبر السوشيال نتورك تنشوف كيف فيكم تتواصلوا معنا وايضا تتابعونا عبر الانترنت. بداية مع الويب سايت www.tvcharity.org فيكم تحضرونا لايف ستريمينج على الانترنت بسكشن واتش لايف. ايضا فيكم ترسلونا على الايميل sports@tvcharity.org وفيكم تعملونا فولو على تويتر على موقع تشاريتي سبورتس 1. منتابع ايضا مع السوشيال ميديا والفيسبوك جروب لا تشاريتي تي في تحت عنوان تشاريتي تي في سبورتس، وايضا اليوتيوب شانل تشاريتي تي في سبورتس ايضا، ورقم التليفون 70577355. اذا هول هن الطرق يلي فيكم تتواصلوا معنا وتحضرونا. كمان بنطلعكم على اقسام الحلقه بالقسم الاول متعرف على هذا الفريق الجديد جانرز لبنان يلي هو ممثل عن جمعيه ارسنال فان كلوب اوفيشال فان كلوب بلبنان، وايضا بنشوف المشاهد من المباراه الفينال للدرجه الثانيه يلي فاز فيها جانرز لبنان 6-4 على نادي الالمون يلي شكل مفاجاه باخر السيزون. بالقسم الثاني بنفتح موضوع كاس لبنان من نتائج وايضا فيكستشرز بالاضافه ل دور السيدات واليو اس جي انتر سكولار بطولة المدرسية اللي بتنظمها جامعة اليو اس جي. بالقسم الثالث رح يكون مخصص فقط ليورو 2014 اللي عم يقام ببلجيكا بالعاصمة ايضا، يعني بارت ثالث خصيصا لليورو، ومنشوف ايضا بالحلقة المقبلة مشاهد من مباراة الفينال. برحب فيكم مرة جديدة علي رئيس نادي جانرز لبنان. يا ريت بتخبرنا بداية، يعني قبل ما نقلكم مبروك قبل ما نفوت بتفاصيل الفينال، تخبرنا أكثر عن نادي جانرز لبنان، ليش اخترتوا تشاركوا بالفوتسال وليش تحت اسم جانرز لبنان؟ مساء الخير لك إلي ولكل المشاهدين الكرام. جانرز لبنان فكرة مجنونة انطلقنا فيها. انطلقت الفكرة لما كان عم بينعمل دوري للفان كلوبس بلبنان. بلبنان في حوالي تسع روابط لمشجعين أندية أوروبية اللي هي ميلان، إنتر، روما وجوفنتوس من إيطاليا، أرسنال ومانشستر من إنجلترا، بايرن ميونخ من ألمانيا. انطلقت الفكرة بالبداية حبوا الشباب برابطة الروابط إنه يعملوا دورة فوتبول. كان ده بطولة فوتبول $7 وقيمت على ملاعب المبرة. توج بنهاية البطولة توجوا أرسنال فانز لبنان كأبطال لهذه البطولة. بلبنان في كتير تنافس بين روابط المشجعين الأندية الأوروبية، يعني كل رابطة بتحب تعمل شيء مميز لإلها. في مثلاً رابطة حاولت تعمل مركز للمشجعين يحضروا فيه الجيمز، رابطة هدفها تجمع أكبر عدد من الفانز. نحن عبالنا نعمل شيء مميز، كوننا عنا الكادر البشري حتى نقدر نعمل شيء له علاقة بالفوتبول، حبينا نتجه لنكون شبه يعني خطوة شبه احترافية، يا أما يكون عنا فريق فوتبول، يا أما فريق كرة شواطئ، يا أما فريق فوتسال. فريق الفوتبول مصاريفه كتير كبيرة وصعب توصل إذا تنطلق من الدرجة الرابعة للتالتة للتانية، ولا بدك تاخد سنين طويلة. نعم. ولعبة الفوتسال لعبة كرة الشواطئ صعبة كتير، الشباب ما عندهم خبرة فيها، اتجهنا للفوتسال. بلشنا تحضير للموسم قبل بثلاث أسابيع، والسبب هو الأرسنال بلندن. في اشتباه، يعني احنا العالم تفكرنا انه نحن جانرز لبنان تابعين لأرسنال لندن. في اشتباه بالموضوع، نحن البداية راسلنا أرسنال عبر الرابطة الرسمية بلبنان انه نقدر نسمي الفريق أرسنال لبنان، ما وافقوا على هذا الموضوع. جانا بالكتاب الثاني بمراسلة الثانية طلبنا منه نسميه جانرز لبنان، كمان رفضوا هالموضوع. وكان عندنا بعد ثلاث أسابيع ليبلش الدور وبعد ما بلشنا تحضير.
فأخذنا ريسك بالرابطة إنه ضل بالفريق، كنا جايبين الرخصة مش قادرين نستغني عن الرخصة بهالسهولة. نعم. قررنا نسمي الفريق جانرز لبنان، ننطلق بالمشروع، بس أخذنا خطوة إنه نفصل الرابطة الرسمية عن هذا الفريق مع الإبقاء إنه إحنا هذا الفريق بيمثل هذا الرابطة، وانطلقنا بهالمشروع وحققنا الحلم. نعم. طب ليه هالرفض من أرسنال على الاسمين، يعني أرسنال وأيضا جانرز لبنان؟ أرسنال من الفرق اللي بتخاف كتير على الإيمج تاعيتها، بتخاف كتير على الصورة تاعيتها، حتى إذا بتخاف على نوعية المشجعين اللي إلا حتى داخل إنجلترا. نعم. يعني بتلاقي سعر تذكرة حضور مباراة أرسنال هي الأعلى بأوروبا، سيزن تيكت لمثلا فريق مثل بايرن ميونخ هي 90 يورو تحضر سيزن كله، بينما الأرسنال الجيم يعني ستيكت الجيم 90 باوند أو 50 باوند أو 70 باوند. نعم. فريق كتير بيخاف على الإيمج تاعيته، حتى شروط أنك تكون أوفيشال فان كلوب عند أرسنال كتير صعبة وكتير ستريكت وكتير دقيقة جدا، يعني أدق الأشياء، يعني حتى الشعار بدقوا عليه، حتى نوعية الحكي اللي بيصير ضمن الأوفيشال بيج كمان بيراقبوه، فشي حلو وشي مزعج بنفس الوقت. نعم. رح نرجع للحديث عن جانرز لبنان، إنما خلينا ننتقل عند كابتن حسين. كابتن أهلا وسهلا فيك مرة جديدة، خلينا نستفيد من وجودك معنا قبل ما نحكي عن جانرز لبنان، تحكينا شوي عن فريق الشواطئ، منتخب لبنان للشواطئ، وعن الدوري أيضا، وليش يعني يمكن هلأ الفوتسال ضوى عليها أكثر، لعبة شعبية أكثر من لعبة الشواطئ؟ سؤال لك ولجميع المشاهدين. أول شيء منتخب الشواطئ بلشنا نحن يعني 2010 تقريبا، بلشنا يعني حتى عرفت اللعبة بلبنان جمعنا بعض كنا كم شخص يعني وبلشنا بالمنتخب. أول نتيجة منيحة لنا كانت بسنة الماضية، كانت بالصين، عملنا فتنا نص نهائي كأس آسيا وخسرنا بالصين يعني على أرض الصين. رجعنا رحنا كوبا لاغوس، ربحنا برتغال، ربحنا أرجنتين، عملنا مرتبة تانية بطولة يعني هي عالمية بتصير. أخذنا فضية الحمد لله، وهي السنة كمان رجعوا استدعونا، رحنا كمان شاركنا فيها، ربحنا ماتش على السنغال وتعادلنا مع نيجيريا وخسرنا من ألمانيا. فالمنتخب يبشر بالخير، يعني فرقت معنا تصفيات كأس العالم على جول نحن واليابان، يعني كان ماتش ند للند نحن وياهم، يعني اللي كان بيربح هو خلص صار بالمرحلة الحاسمة، فما توفقنا. فإن شاء الله هيدي السنة في عنا كذا بطولة، وإن شاء الله خير، تحضيرات منيحة وعم نتمرن ومسابرين نحن والاتحاد ما عم بيأثروا وكل شيء ماشي مثل ما احنا بدنا يعني. نعم. وان شاء الله خير. كابتن حسن، يعني عم تلعب اللعبتين، الكره الشاطئيه وكره الصليب، اي هي اصعب واي هي احلى؟ لك هلا هن اثنيناتهم صعبين يعني، واثنيناتهم حلوين يعني. بما يعني كره الشواطئ، بما انه انا ربيان يعني على البحر ويعني من زمان بلعبها اللعب ومارسها فبحبها، وكره الصليب لي شيء 5 سنين انا 6 سنين بلعبها، يعني لعبت تضامن بيروت واول سبورت 3 سنين، وهلأ مع الجنرز يعني اثنيناتهم لعبتين رائعين. طيب. أحلى من العشرة وجدر يعني أكيد. طيب إذا طلع قرار، إذا صدر قرار بفصل اللعبتين عن بعض مثل ما صار بين الفوتسال والفوتبول، على أي لعبة بتتوجه؟ لا أكيد إذا على الاستفادة أكتر أكيد على الفوتسال، يعني شيء أنا بستفيد منه أكتر. طيب خلينا نرجع ننتقل على الفوتسال ونشوف ونتذكر سوا الليك تيبل تبع الدرجة الثانية يلي تصدرتوها عليه. إذن الليك تيبل الدرجة الثانية يلي على رأسها توج جانرز لبنان بطل للدرجة الثانية لموسم 2014. إذن الليك تيبل مثل ما رح نشوف على الشاشة، جانرز لبنان بالمركز الأول ب 30 نقطة مع الميادين مركز ثاني ب 28، ميادين يلي نفسوكن كتير مثله مثل الألمون مركز ثالث ب 25 نقطة، العمل بكفاية 24، الوايزة 18، الجمهور 16. أيضا رح نتابع مع المراكز الستة المتبقية مع كي تي سي ب 16 هدف، جلوبال يونيفرسيتي ب 15 هدف، وأيضا عريا ب 10 نقط. نحن اتجهنا للأهداف 10 نقط، المتن ب 4، جي اس كي 4، والسفارة الأمريكية غريب يعني سفارة بمركز أخير ب 3 نقط، يمكن عم بيشاركوا فقط للمشاركة يمكن. يعني إذا بدنا نقارن الدرجة الأولى والدرجة الثانية علي، عم نشوف إنه الحماس متقارب، المستوى التنافسي كمان متقارب، خصوصا يعني هون على المراكز الأربعة الأولى. كمان إذا بدنا نقارن شيء تاني بنلاحظ إنه بنك بيروت
لأول مرة عم بشارك وعم بفوز، وكمان غانرز لبنان بالدرجة الثانية لأول مرة عم بشارك وعم بفوز باللقب. برأيك هيدا شو سر؟ سر الإصرار موجود اللي كان عند الفريقين، يعني غانرز لبنان نعرفنا بالدرجة الثانية، فرق الدرجة الثانية بالروح اللي عنا، نعم، بالكامباكس اللي كنا عم نعملها بكتير مباريات، نكون متأخرين بفرق أكثر من 3 أهداف أو هدفين نرجع نفوز بالمباراة. حتى المباراة الوحيدة اللي خسرناها هي مباراة الويزة، كنا خسرانين بأول هاف 8-1 جعنا ل 8-7 وبآخر فرقت، يعني مباراة بتفاصيل صغيرة جدا، مباراة عمل بكفية تأخرنا، بمباراة المدينة تأخرنا، مباراة الألمون مباراة الختمية كنا خسرانين 3-0 رجعنا أحرزنا المباراة وأحرزنا اللقب. نعم، طيب خلينا نشوف مشاهد من التتويج والفوز والاحتفال بعد ما فزتوا بالمباراة النهائية. إذن هيك بعض المشاهد لحتى تنقلنا لأجواء احتفال بالفوز للبطولة الدرجة الثانية. إذن منقلكم مبروك، يعني لحظات كنتوا ناطرينها يمكن صالكم زمان. كثير كثير لحظات فيك مش ضروري احكي، المشاهد لحالها بتقدر تعبر. نعم، فرحة الجميع شكلها يعني. حلو عن جد كابتن، يمكن بس صفر الحكم صفرة النهائي، شو حسيت؟ ما يعني شعور كثير كثير رائع عن جد انك تتوج واول سنة لإلك، ويعني احنا عملنا من الضعف هو، عن جد من الضعف هو عملنا. نعم، يعني وخصوصا يعني مباراة كتو كانت صعبة، كنا على العكس ما توقعته، يمكن كنا يعني كنا فايتين على الماتش، نحن بوضع انه فايتين خلص بدنا نربح ونضلنا ماخدين الكأس ونمشي صحيح. ففاجئونا هن، هيدي رح نحكي عنها بس نشوف مشاهد يعني هايلايتس من المباراة. عليك يعني كنت متوقع من اول سنة تقدر تفوز باللقب قبل ما تبلش السيزون؟ قبل ما بلش قلت لك حضرت تحضير قبل 3 أسابيع، كمية اللاعبين الموجودة عنا ونوعية اللاعبين الموجودة عنا كان بتأهلنا نكون موجودين بالدرجة الأولى حد أدنى، يعني فايتين والشباب يعني بذهنهم إنه نحن فريق قادر يطلع على الدرجة الأولى. بس بعد مباراة الميادين وبعد فوزنا بمباراة الميادين، هي كانت المباراة الأولى، كل العالم كانت عم تحكي وكل المتابعين عم بيقولوا إنه الجانرز والميادين هن من أقوى الفرق موجودين بالدرجة الثانية. لما قدرنا نربح على الميادين وفتنا بنفس قوي أكتر على البطولة، يعني صرنا تفوت على أي مباراة جانرز خسر الميادين أول 4-5 مباريات جانرز وخسر الميادين، يعني فريق كتير منيح، عطت ثقة للشباب كتير كبير وعطت دفعة معنوية كتير كبيرة. نعم، يعني كمان خصوصا أنه فزتوا على الميادين بفرق هدف واحد، فرق هدف واحد، وكانت مباراة مجنونة كمان، تقلبت فيها كتير النتيجة بين تقدم لإلنا وتقدم لإلهم وتعادل. هون أستاذ رياض العام عم بيحمل الكأس، أستاذ رياض كان بفضل كتير كبير حتى نقدر نحصل على هيدا الكأس وحتى نوصل لهيدا اللحظة. نعم، أيضا تحية للمدرب فياض أوسكان. فياض أوسكان ما بيش بحاجة بس لشكر، فياض أوسكان كلمة الشكر كتير قليلة عليه، قدم من وقته وضحى كتير وضحى، بدي أقوله يعني اسمح الكابتن فياض، ضحى من راتبه كتير. نعم، ضل حوالي 2 شهر ما حصل على راتب نتيجة أزمة مالية فرق فيها الفريق، ومع ذلك كفى بنفس النفس بنفس القوة وبنفس المعنويات مع الشباب. يمكن هون كابتن حسين حبيبي بدي وجه تحية كبيرة للأستاذ رياض، عن جد هو جندي المجهول كان بالفريق، لولا نحن ما وصلنا لهذا، يعني هو كمل اللي احنا وصلنا له، والكابتن الكبير فياض أسكان غني عن التعريف، يعني ما بيتعامل معنا كمدرب، هو كخاي خينا الكبير، يعني عن جد أنا بوجه لهم تحية كبيرة من كل قلبي. نعم، كل حال كوتش فياض كان ضيفنا بحلقة سابقة، كمان بنوجه له تحية. كمان مشاهدينا بنروح لحتى نشوف هايلايتس من المباراة النهائية ومنعلق سوا مع ضيوفنا على هذه المباراة. يعني تأخر بنتيجة 3-0 مع بداية المباراة علي، هل سببها بعود ل يعني الثقة الزايدة بالنفس يلي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي عندك؟ دائما عم بتدعي المشاهدين والمشجعين إنه ينزلوا يكونوا حاضرين لا يحضروا التتويج تبع غانرز لبنان، كان عندك ثقة زايدة إنه خلص رح تفوز باللقب، ما أثرت هيدا على نتيجة المباراة مع بدايتها؟ هلا بداية المباراة يمكن أخطاء فردية كانت السبب، الثقة موجودة كانت الثقة زايدة، يعني عندي ثقة باللاعبين اللي عندي، ثقة زايدة باللاعبين اللي عندي، أنا عارف اللاعبين اللي عندي مين وعارف الروح اللي بيلعبوا فيها. أخطاء فردية، اللاعبين ما كانوا بعضهم مركزين، يمكن أغلبهم أول مرة بينحطوا بهيك موقف إن يكونوا عم بيلعبوا مباراة نهائية مباراة ختامية، أخطاء فردية بسيطة، يعني مثلا نشوف هون بأحد المراحل خسرنا الطابة بنص الملعب هجمة مرتدة، كذلك الأمر فرصة خطيرة لأن بالهجمة اللي بعدها تلقينا هدف، هذا الهدف الثاني صحيح.
يعني مش ثقه زايده بس ضياع يعني ضياع كان في ضياع عن جد. اول 15 دقيقه كنا ضايعين بالملعب، كنا ضايعين، يمكن ما كنتوا انتوا، كنا ما كنا نحن يعني. يعني كمان انا يعني بدي اقول شغلي كمان بلا يعني ما حدا يزعل مني، كنا نحن صراحه كمان جايين على الماتش وحاطينه بالجايبه يعني، يعني مثل ما بيقولوا ما قارين حدا، عرفت علي، جايين بدنا نربح وخلص نضلنا فايلين، وهذا الشيء اثر يعني. بس الحمد لله رجعنا رجلجنا وضعنا مع بعضنا، الله وفقنا يعني، اكيد توفيق لله بالنهايه. نعم، بس كنتوا متاخرين بنتيجه 3-0، كنت بلشت تحس انه لا رح تفقدوا اللقب. لك انا ما بفقد الامل باللعيبه اللي معي خاصه بالفريق، لانه نحن فريق يمكن روحنا محبتنا لبعض لما نكون بالملعب ايد وحده، هذا الشيء نحن اللي خلينا نقطع كل هالفتره يعني. ماتش الميادين ما بخبرك يعني كيف كان الماتش، نزلنا الميادين قالوا 14 بيتحضروا، احنا انا مدات قبل بجمعه مع الفريق يعني، كنت بعدني ما بعرف اسماء اللعيبه صراحه، نزلت الحمد لله يعني فتنا بالجو والروح يعني روح وحده، كان عندي احساس كبير انه حنربح، بس كان بده شويه وقت. بس اكيد انا اول فتره 10 دقائق كنت كثير معصب، مش عم بستوعب الفكره يعني انه ثلاثه واللاعب حيروح من ايدنا مش مزبوطه بالمره. فالحمد لله رجع روح الفريق، محبتنا لبعض رجعت كمان، قربتنا من بعض وتوجنا الحمد لله. نعم علي، يعني كمان خلينا نقول انه غانرز لبنان هو تابع او بمثل جمعيه يعني الفانز، أرسنال فانز، هل هيدا العنصر هو عنصر داعم أكثر من غير فرق ليكون في تيم سبيريت، ليكون في يمكن قضية أو هدف معين عم تلعبوا للفوز وتوصلوا له، يعني يمكن روح أرسنال بقلب الفريق؟ صحيح صحيح، شيء جدا صحيح، وخاصة بتطلع على كتير فرق عم بتشارك، مثلا السفر الأمريكي بيجوا بس لتأدية واجب مباراة، أنا بتلاقي مثلا فرق مثل عمل بكفية جايين عم يمثلوا ناس معينين من منطقة معينة، بيكون عندهم الروح لحتى يقدموا للكنزي. نعم. بتلاقي مثلا فريق مثل الوايزي، فريق مثل حتى أكاديمية الكي تي سي، بحسوا جايين يقدموا شيء معين للكنزي اللي لابسينه. بالدرجة الأولى بتلاقي ما بدي أسمي، بس في كتير فرق اللي بيطبع عليها الطابع المالي، بدخل عليها الطابع المالي. البنك بيروت مثلاً بيقول لك إيه، عندهم شيء بيرتبط مؤسسة معينة، بنك بيروح عليك اليوم متابعين له، عندهم سبيريت معينة بالفريق. بس بتلاقي بعض اللاعبين بغير فرق همه يقبض، ما قبض معاش ما بينزل يتمرن، ما قبض معاش ما بيلعب. شيء ما كان موجود عندنا، لا اللاعبين ما كانوا عم بيقبضوا معاشاتهم، ما كانوا عم بيقبضوا استحقاتهم لظروف معينة بيعرفوها اللعيبة، بس ضلوا عم يلعبوا نفس الروح، ضلوا عم بيقدوا نفس الروح. والدليل انه من احد مباراه الالمون واحنا باخر 9 ثواني، مباراه الكاس واحنا باخر 10 ثواني، هون اخر لحظات بنات الشهر الكابتن حسام كمان بتدل على الروح، انه بقول مباراه منتهيه، بس اصر كمان يعني الاصرار الموجود انه حتى بنالتي 6-5 ممنوع تقرب النتيجه ولو باخر ثواني المباراه. يعني انا جيت على الفريق يعني صراحه كنت يعني متفق معي انه شيء وصار في ظروف بالفريق وهيك، ما يعني تغيرت كل الامور، فاكيد انه ما انه انا بجاي بدي مصاري وكذا وفلات، وحبيت الفريق حبيت الروح، كملنا الحمد لله والله وفقنا، وان شاء الله هلا بالاولى كل شيء حيتغير يعني ان شاء الله ده الاحسن. نعم معك الحال، رح نحكي بالقسم الثاني عن مستقبل غانرز لبنان، انما قبل ما اختم القسم الاول علي خليني اسالك عن اللاعبين يلي بشجعوا ارسنال، يعني هل كل اللاعبين والطاقم الفني هو مشجعي ارسنال ولا في بعض الاستثناءات؟ اكيد في بعض الاستثناءات، بس مثل ما قلت لك قبل انه فريق الغانرز اجى من بعد ما كانوا الشباب قسم كبير منه هم بيشاركوا بدورة الفان كلوبس، دورة الفان كلوبس ممنوع حدا يشارك إذا ما كان منتمي للرابطة، إذا ما في بطاقة عضوية له مع الرابطة. فأغلب الشباب مصطفى الدولاني، علي الحاج، حسين رميتي، جلال، أغلب اللاعبين اللي كانوا موجودين معنا هني من الرابطة، يعني تقريبا الكل، بس بعض في بعض بالضبط يعني مثلا بأحد المباريات كنا عم نتمرن مباراة، كان في مباراة لأرسنال ضد إيفرتون تعلنا فيها 1-1 أرسنال، عم بقول للشباب انه سالوني شو نتيجه المباراه، قلت لهم 1-1، شاب بلشت تتعب نفسيتها قبل الماتش يعني بدنا منهم يركزوا ينسوا الموضوع شوي كمان يقدروا يكفوا المباراه. لا روح الارسنال كانت موجوده معنا، وحبنا للارسنال هو اللي دفعنا نكون موجودين بهيك فريق. حتى مثلا في اشخاص ما كانوا مثلا مهتمين كثير بالدوري الانجليزي او بحب ارسنال، صاروا مهتمين اكثر، صاروا مهتمين، صاروا يحبوا الارسنال وصاروا يتابعوا مباريات الارسنال من ورا هذا الفريق. يمكن كابتن في كثير انا لاحظت شغلي بكذا لاعب اللي عمل لك عنهم بالفريق، في كثير تعصب لارسنال، كثير كثير في يعني كثير بيحبوا ارسنال. طب الناس اللي مش مع ارسنال بقلب الفريق بصير في هيك بعض نهائيا، حتى في احد يعني يعني ممكن انا هلا مانشستر يونايتد، بس مش كلهم بيعرفوا انا مع مانشستر، صرنا اثنين، فبيصيروا يعني في كم لاعب انا بيعرفوا بيصيروا بيزركوا لي يعني وهيك.
وحتى اذا كانوا اصلا عم يلعبوا كانوا مؤخرين حدا على الواتساب او على شيء، فمن يعني هيك بتصير القصه يعني لبعض. بس ما بتاثر على لا 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 اكيد لا. حتى طيب. انا مساعد الكاب مساعد الكابتن فياض والكابتن محمد زين طحان يعني بالصف المنتخب لبنان، مش بس للمواطن ارسنال، عنده تاتو بجسمه ارسنال، محب للارسنال بشكل مجنون، مثل ما كل واحد بالفريق مشجع ارسنال بحب الارسنال بشكل مجنون. نعم. طيب رح نختم القسم الاول، مشاهدينا القسم الثاني بنذكركم رح يكون عن كاس لبنان وايضا دوري السيدات والجو انترسكولار الالعاب المدرسيه اللي بتنظمها جامعه اليعزيب. دعي قليل ونرجع معك.